اللي كان بينا ولا بنسى ومش قادر بتوحشني سنيني معاك واقول لو تيجي من تاني بينا الايام انا هبقى تمام ومش هنسى اديني اللي اتوقع بيعيش في جراح ولا الغلطة هتتصلح ولا هرتاح ما نستاهل ما فكرتش وسبته يضيع واديني بضيع من بعد ما غلطي ولازم اتحمل وكان اصعب ما كنتش سبته من الاول ما دام لازم اتحمل وده الأصعب ما كنتش سبته من الأول ما كان ما فيش فايدة خلاص بينا في باب مقفول ومش معقول عليه الصبر اتسامح وقرب لي ما كنت اعدي واسامح هيحصل ايه قراري اخدته وانا عارف مفيش في رجوع هعيش موجوع في ايداني ما خفتش قبل ما اتهور واسيبني ليه ما كنتش أصلي أتصور أموت بعليك ما سبتش حتى ليه بينا في باب مفتوح وسبته يروح طب أندم ليه غلطي ولازم أتحمل وده ما كنتش سبته من الأول ما دام مفيش فايدة خلاص بينا في باب مقفول ومش مقول عليه اللي كان بينا ولا بنسى ومش قادر بتوحشني سنيني معاك